بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وأن لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. تم سداد جميعنا للنشيد الوطني المغربي 9 الصغيرة في جمعية رقدة الجبدة. شكرا للأطفال. عندكم واحد نتوما بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الأغر نكرم صديقنا وأستاذنا السي مصطفى القنوني المشهور بحبه للبيئة والمقبل على التقاعد 30 سنة والذي سيبقى مقره فارغا بمجموعة مدارس ابن بطوطة وبعدها التحق بمدرسة معاذ بن جبل سنة 1900 سنة 2009 وبهذا أكمل مشواره في هذه المؤسسة وترك
ذكرى جميلة في هذه المؤسسة ستنقش في لائحة المؤسسة بأنه اهتم بالبيئة وبالجانب الطفولي، حيث الأطفال يحبونه حبا جما لأن تعامله كان معهم معاملة الأب الحنون، ونتمنى له تقاعدا مريحا والسلام. البكالوريا سنة 1982. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل في الناس بقية تدل على الخير وترشد إليه. الحمد لله الذي رفع شأن العلم والعلماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وبعد، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة معاد بن جبل بالشكر الجزيل إلى كافة الأطر التربوية بالمؤسسة، وأهنئ نادي البيئة على الجوائز التي حصل عليها، وإلى كافة الحضور الكريم، إلى من أعطى بدون مقابل وبذل جهدا مميزا وأبدع وارتقى بمدرستنا الغالية، إلى من أحب تلاميذه بدون حدود، إلى السيد والأستاذ العظيم مصطفى القنوني، نهدي إليك كل الشكر والتقدير والعرفان، ونتقدم بكل فخر وعرفان على ما قمتم بتقديمه من إنجازات عظيمة خلال مسيرتكم العملية بالمؤسسة، ونتمن كافة الجهود المبذولة التي لم تبخلوا يوما بها والتي تشهد جدرانكم. يكفي أن يقوم المرء بجولة خاطفة بالمؤسسة ليشهد ما تركت بصمتكم في جميع أرجاء المؤسسة، وبالخصوص في المجال البيئي. وقد تظل أشجار الزيتون تشهد لكم عرفانا لما أسديتم في هذا المجال، وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على وفائكم وإخلاصكم وعملكم الجاد والدؤوب وجهودكم المضنية التي تفانيتم في تقديمها دون أن تنتظروا عليها ثناء أو شكرا في أي يوم من الأيام. لذا فإنه من دواء سرورنا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر الذي تستحقونه، والشكر لا يكفيكم، بصمتكم ستظل خالدة بالمؤسسة. والسلام. التوقيع أحمد العباس، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة. وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل للبراعم بالمؤسسة الذين حاجوا على الزوائز في البيئة، وإلى جميع الحضور الكريم. وعلى الاحتفاء بالعمل التربوي. ضمير حي وقلب المحب وإخلاص في العمل، وقد توفرت جميع فيكم طيلة حياتكم في العمل، وقد توفرت حياتكم المهنية، وهو ما تستحقون عنه الحفاوة والعفان بالجميل. لقد أديتم الأمانة وحققتم الرسالة وسجلتم بصمات يشهد لكم بها تلامذتكم ومختلف الأطر التي اشتغلت معكم، وستبقى شهادتهم في حكم وساما فخريا يتوج سنين حياتكم. أستاذنا الكريم، إننا اليوم نتوجه بالتكريم إليكم، إنما نتوجه إليكم بتحية التقدير والاحترام لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحية وانكران الذات في سبيل أداء الأمانة. وإن أقل التفاتة شكر تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم في حفل يحضره زملائكم الذين لا زالوا في الخدمة. أملنا كبير في أن تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره والغني في رمزيته ودلالته، فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص. فلكم منا باسم نساء ورجال التعليم والإدارة وباسم الأجيال التي تتلمذت على أيديكم منا خالص الدعوات. المياه العادمة في سقي حدائق المؤسسة، السلام على جماعة العرائش خاصة مصلحة البيئة من شخص العضو الحاج محمد خلالة، السلام على رؤساء الجمعيات ومن خلالهم الأعضاء جمعية أصدقائي عبد الصمد الكنفاوي، جمعية متطوعون للخير والتضامن، جمعية الأيادي الدافئة، جمعية النساء القرويات، جمعية فرع أساتذة علوم الحياة والأرض. أقول وقول الأطفال حقا، كما تعلمون إنما نحس نحن التلاميذ وتلميذات
أعضاء نادي البيئة والتنمية المستدامة أن فكرنا قد سبق مستوانا المعرفي، فعرفنا وأدركنا قيمة ما نفعل وآثاره من حياتنا بصفة عامة. فضل كبير أن يعرفنا أستاذ مصطفى القلوني ويجعلنا نؤمن إيمانا راسخا أن كل عمل لا يبنى على تعاون ووحدة فتحقيق أهدافه من المستحيلات. نعم، إن أستاذنا مصطفى القلوني كان وما زال في كل أعماله يؤمن بالكيف وليس بالكم، فأصبحنا ونحن في هذا المستوى نتقن إعداد الدروس وتلخيص المعاني، وهو ما ألهمنا من خلال هذا الموسم الدراسي حسن التتبع. نعم، أدركنا حقا أن التلميذ بحبه للأستاذ يزداد هذا الأخير عطاء. نعم يا أستاذ، اسمك راسخ وفضلك أوسع، فلن نستطيع قول لك مع السلامة بل إلى اللقاء، لأننا أصبحنا ندرك والفضل يرجع إليك أن الأنشطة طعم اللقاء. فشكرا وشكرا وشكرا والسلام عليكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الجماعة في حق منسق نادي البيئة والتنمية المستدامة لمدرسة معاذ بن جبل. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الحضور الكريم، سيداتي وساداتي، إن مثل هذه المحطات الودية التقاربية لهي محطات شكلا تشبه باقي المحطات الاحتفالية ومضمونا تختلف شكلا ومضمونا، لذلك أقول أصالة عن نفسي وأصالة عن جماعة العرائس بأن مدرسة معاذ بن جبل تحتل مكانة خاصة لدى مصالحنا، مصالح الجماعة، وذلك بسبب حسن التنسيق التنسيجي المنظم من قبل الأستاذ مصطفى القنوني منسق نادي البيئة والتنمية المستدامة سيدي المدير. وبالمناسبة أشكر الإدارة المباشرة لهذه المؤسسة، فهي كما يبدو لها تميز في التدريب والتدريس، لأن الأعمال البيئية التي تم أجراتها بهذه المؤسسة تعكس روح الوحدة والتضامن بين الأطر التعليمية بتنسيق مع الأستاذ مصطفى القنوني والسيد المدير جمال الدين أجمل. ولن أنسى الشكر الموصول لتلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة على تميزهم الدراسي كما أخبرني أستاذهم، ومن خلال تتبع الجماعة لأنشطة البيئة التي يقوم بها المجتمع المدني بالفضاءات التعليمية، فقد تبين أن متعلمي هذه المؤسسة أدركوا قيمة البيئة وأثرها على صحة الإنسان. لذلك هنيئا لنا بمحصول أبنائنا. وخير ما أختم به وصيتي إلى المسؤولين بهذه المؤسسة على المنظومة البيئية، فأعاهدهم باسم جماعتهم العرائس أننا لن نقطع الصلة مع المؤسسة بسبب تقاعد الأستاذ مصطفى القنوني، بل سنضم شركاء متعاونين سواء مع الجمعية التي يترأسها الأستاذ ومع العاملة بمجال البيئي أو مع الإدارة المباشرة، ودام للجميع في خدمة هذا الوطن. والسلام عليكم. ورحالي حس برسمي أن راغي تكرم وتعانى كذلك نشوفه السي مصطفى أين تكريم، لكن أين هو الشخص المكرم؟ أتساءل. الشخص المكرم في يوم تكريمه ما زال يجد ويجتهد لكي ينجح هذا النشر. صراحة لا أجد الكلمات لكي أعبر عن احترامي وتقديري للسيد مصطفى القنوني لما يقدمه من عمل جليل في مجال التربوي بالدرجة الأولى وأيضا في مجال البيئي بالدرجة الثانية. فالشكر كل الشكر لهذا الشخص المكرم. كما قلت في البداية، يجب عليه أن يستمع وأن يجلس ويكرم، لا أن يعمل في هذا، لكن حبه للعمل في الآخر للرمق دليل على أنه سيستمر رغم أنه سيحال على التقاعد، يستمر في العطاء. فنكرم رجل يعني قدم ولا زال يقدم الشيء الكثير للناشئة لكي تقوم بالأدوار المنوطة بها، يحاول أن يبلغ رسائل بيئية للناشئة
وأن يؤسس لمدرسة إيكولوجية ثانية بعد المدرسة الأولى على الصعيد الإقليم، وأن تكون هناك عدة مؤسسات تنهج نهج مؤسسة معاذ بن جبل. طبعا احنا في جمعية مدرس علم هذه الأرض يعني نشتغل مع هذه المؤسسة في بعض المحطات في إطار تدخلنا. نحن في جمعية علم هذه الأرض دورنا تأطيري تحسيسي بالدرجة الأولى مع بعض الإمكانيات الدعم في إطار الممكن. فهذه البادرة نحن باسم الجمعية لا يسعنا إلا أن نثمنها وأن نشجعها وأن تكون هناك الاستمرارية. يعني سيذهب القنوني لكن من سيخلفه؟ هناك طاقم طبعا برئاسة السيد مدير محترم أنه يمكن أن يستمر، ويمكن لهذا الفضاء أن يستمر وأن يتطور. الأساسي في العمل البيئي هو الاستدامة ليس الموسمية، فعلينا أن نعمل وأن يستمر العمل بشكل مستدام. فكل هذا من أجل دائما في إطار أهداف التنمية المستدامة، لننمي فضاءات العيش المشترك بشكل يبقى مستمرا، وكل واحد يجب أن ينخرط لانخراط الجميع في إنجاح هذه المبادرات هو شيء لا بد منه. وفي الختام يعني أنا جد سعيد بحضور هذا التكريم رغم أني لا ألاحظ هذا الشخص مرة أخرى أمامي، لكن يعني هذا يعني رسائل يعني تصل يعني لجميع المسؤولين في هذه المؤسسة والباقي المتدخلين أن علينا أن نجتمع أن نشترك وأن نتعاون جميعا من أجل أن تكون مؤسساتنا نظيفة وأن تكون في النهاية مدينتنا نظيفة. بالعمل المشترك نتقدم. والسلام. ديني وزيد المجموعة المباركة باسم جمعية رقاد الجديدة للتنمية والتواصل، نشكركم على دعوتكم لنا لحضور فعاليات هذا الحفل التربوي الكبير الذي أنتم من يصنع حبات عقده ويندم صمته، والذي يدخل في إطار تكريم أستاذنا الفاضل مصطفى القنوني بمناسبة إحالته على شرف المهنة. أستاذي العديد، ها هي الأيام تمضي سراعا آخذة بأعناق الليالي، وكأنها لحظة هربت من عقال الزمن، لحظة تاريخية ومحطة متميز. فهنيئا لكم، بلغتم الأمانة ووفيتم الرسالة، فنلتم رضا الله ورضا الوطن. وأغتنمها فرصة لأشنف مسامعكم بكلمة إبداعية للأستاذ محمد خليف صديق مدرسة رقاد الفيحاء. يا سادة الحرف والقلم، أنتم في القلوب والفكر والشرايين، بحق التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، أنتم مصابيح على ضوئها محون الجهل باليقين، فشكرا لكم على مر السنين. مع متمنياتنا لكم بطول العمر وحسن الختام، وتقبلوا جزيل الشكر والإكرام. Today, the members of Environment Club and the respected teacher Mustafa Gunnuni will be honored. The names of plants, flowers and fruits. The task of this committee is to write name of plant that is grown or planted. التنمية المستدامة اعتبار حقوق من الأجيال القادمة من مواد الأرض الصحية والتعليمية. لا بأس مع النكهة.
عنه هو على السرعة. الهدف الثاني لا للجوع، فلنقضي عليه بلا رجعة. والهدف الثالث صحتنا، لتكون الصحة خير رداء. والهدف الرابع تعليم لجميع الناس بلا استثناء. والهدف الخامس لا تمييز ما بين المرأة والرجل. والسادس ماء نشربها ومياه من دون العلل. والهدف السابع طاقتنا من أنظف نبع أو مصدر. والهدف الثامن أن نضمن حق الإنسان بأن يعمل. والهدف التاسع أن نستثمر ببنى وأساسات أفضل. والهدف العاشر لا تمييز لا في الأرياف ولا المدن. والحادي عشر مرتبط بمدائن فيها نهتم لتوزيع كل الأخطاط. والهدف الثاني بعد العاشر اهتمام بالأحياء. والهدف الثالث بعد العاشر مناخ أفضل صحي. والرابع بعد العاشر حياة البر وتحت الماء. والهدف الخامس بعد العاشر اهتمام بموجودات البر. والهدف السادس بعد العاشر عدل وسلام بالإنصاف. والهدف السابع بعد العاشر أن نتشارك تحقيق الأهداف. هذا العالم بيت الناس، بيت الناس جميع الناس، بيت البحر والغابات، بيت جميع الحيوانات، بيت غذاء وبيت هواء، بيت رفاه وبيت نماء. هذا العالم، هذا العالم حتى ينمو باستمرار، يبقى ينمو باستمرار مزدهرا مكتمل الأوصاف. هذا العالم يحتاج إلى جهد يتمل في هذه الأهداف. الهدف الأول لا للفقر، أنه على وجه السرعة. والهدف الثاني لا للجوع، فلنقضي عليه بلا رجعة. والهدف الثالث صحتنا، لتكون الصحة خير رداء. والهدف الرابع تعليم لجميع الناس بلا استثناء. والهدف الخامس لا تمييز ما بين المرأة والرجل. والسادس ماء نشربها ومياه من دون العلل. تيسر لي ولكل الناس تكون بتكلفة أوفر، حتى ينمو باستمرار، يبقى ينمو باستمرار هذا العالم، هذا العالم. والهدف التاسع أن يضمن حق الإنسان بأن يعمل. والهدف التاسع أساسات أفضل. والهدف العاشر لا تمييز لا في الأرياف ولا المدن. الناس سواسية بالحق وكريم العيشة في الوطن. الحادي عشر مرتبط بمدائن فيها نهتم لتواجه كل الأخطار وتظل مدائننا تنمو. يحييه هدف موزون إنتاج دوما مسؤول، يسحقه فعل يعدل استهلاك أيضا مسؤول، حتى ينمو باستمرار، يبقى ينمو باستمرار هذا العالم، هذا العالم. وثلاثة أهداف أخرى واجبة لجميع الأحياء، فمناخ أفضل صحي وحياة البر وتحت الماء. والهدف الثالث
كانت أمامكم معنونة بالأهداف التنمية المستدامة 17. يعني هاد اللي سمعتوا هاد الأهداف هذه هي ديال الأمم المتحدة اللي نادت. نعم، إذن الأمم المتحدة اللي نادت على دول العالم ربما 145 دولة اللي نادت عليهم وأن صادقوا، وكان المغرب من بين الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية. إذن الهدف اللي هذا العرض هذا هو أن يعني المفهوم الصحيح ديال البيئة، كيف يجب أن نتعامل مع البيئة، وأن لأن في الحقيقة أن عندنا جهل أو يعني مطبق هذا المفهوم هذا على صعيد المحلي وربما الجهوي وربما إلى اللمم. يعني لأن البيئة أن المجتمع المدني ممثل في الجمعيات ما كيعمل شيء على هذه المنظومة هذه اللي كان ندخل بها واللي كان تكلموا بها. إذا تكون عندك الكلمة إن شاء الله، نبغيك تكلمنا على المسرحية والوليدات ديالك المعاناة اللي خدموها هذا النادي المسرح اللي كيخدم، هذا الشيء بغينا نتكلموا عليه. شكرا، تفضل عليك وغادي نوصلوا. المهم الشكر الموصول لكل من وصل إلى هذه المدرسة، سواء كبيرا صغيرا مرأة رجل من أي جهة يعني ينتمي إليها. وهذا يعني بأن لما وصل هنا إلى هذه المدرسة أنه يقدرنا ويقدر جانبا فينا. إذن الحمد لله والشكر لله على أننا يعني مقبولين على الأقل واحد عند البيئة يعني معينة. الحمد لله والشكر لله. المهم اللي بغيت نقول ما غنتكلمش على النفس ديالي ونتكلم على التاريخ طويل ديال التعليم وديال كذا إلى آخره، لأن هادشي هذا كما قلنا ماشي وقته ماشي كذا إلى آخره. إذن ماذا أقول؟ شكرا 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 لك انت سي صفات. معنا دابا الان دوزو المرو تقديم الجوائز، وغادي نبداو يعني الاخت سعاد يعقوبي تفضل عن جمعيه النساء القرويات باقليم العرائش، هديه تم صناعتها واخراجها وتنفيذها باليد الاستاذه سعاد دار يعقوبي غنيه على التعريف في المجال الجمعوي. يمكننا نفتحوا هذه الهديه نشوفوها سي مصطفى، لأنه هو واحد مجهود قام يدويا من طرف الأستاذة أبات إلا أن شاهد هذا المنتوج وهذه الهدية اللي تقدم السي الجنوني. وطبعا هذا يعني تقليد نسنه كلما غادرنا مقرات عملنا محالين للتقاعد. إذا الأخت سعاد يعقوبي هانت دارت ليه هذه الصينيات بالمراية تبارك الله. إذا ثلاثة ديال النماذج كما تشاهدوا كل وشوف كما كيقولوا تبارك الله عليكم، هكا مجهود كبير تبارك الله عليك سي مصطفى. إذا غادي نمروا كذلك شكرا أخت سعاد يعقوبي على هذه الهدية، ديروا شي صورة بيناتكم. إذا غادي نمروا الآن الهدية الثانية، ننادي على السيدة دائما السيدة نايمة طه من جمعية الأيادي الدافئة أو لا ياك أرسلها. إذن على ما أظن هناك كلمة وهناك شفنا ماشي كلمة. إذن تفضل أستاذة ياسمين. السلام عليكم. كاين أربعة ديال الهدايا اللي تقدمت الأستاذ سي مصطفى من طرف الأبناء ديالو. واحد يعني شيك بقيمة مالية 5000 درهم، ولكن على أساس أن تشرى به دار جنالية هوائية بكالة. والابن الثاني كانت الهدية ديالو الحفل مصاري في الحفل كاملة على حسابه هو. إذن
باقي هدايا اخرى بالنسبه عي واحد الاضافه ان يعني المحتفى به هو يقولوا لي مصطفى عنده اربعه ديال الابناء عندي واحد يعني موظف في انجلترا في بريطانيا وعندي واحد موظف في اسبانيا مهندس ديال التليكومونيكاسيون وعندي واحد ثالث هو قلدني ودخل في الميدان التعليم هو تعليم ثانوي اللي هو استاذ ديال الرياضه ثم الرابع اللي عندي ممثل ديال الشركه اي بي ان اللي هو لابورماتيك هذا هو الاربعه ديال الابناء راه ذكرت الاستاذه ليجوج وتشوفوا جوج اخرين اذا باقي الهديه ديال حمزه الابن ديال البنوني غادي نمروا كذلك على الاستاذه فوزيه خربوش حتى هي عندها واحد الهديه لوحه بحال اللي كيقولوا لي سير دوز التقاعد ديالك على البحر سكتير دابا دابا طاول بيكالا قصبات الصيانة والبحر هاسي مصطفى هاشي خدم المجال ديالي في الهدية ديال أسامة الابن ديالو كذلك عندنا هي جوائز أو لوحات طبعا البحر دائما وجود البحر كيعرفوا الاب ديالهم يعشقوا البحر وطنيين عرائشيين بارك الله عليكم دازينا في تقديم الهدايا قلنا الهديه للاستاذه فوزيه خربوش الشكرا اذا حكم المواكبه جمعتي كل شيء سي مصطفى جمعتي البحر وجمعتي الكتاب وجمعتي التوقيت هذا هو صباح ملك لك اذا اخر اصدارات صاحبة المدينة مجموعة قصصية لمحمد البشيري وثم زجل الهبال ديال البكي سي محمد البكي اخر اصدارات اللي جانا الحنا يجي الخير باقي شي واحد تكون ما بقى حتى واحد اللي ضحك اصاحبي مأثر زعما ما سخيتيش طبعا بالغ الاثار وكنشكروا الجميع باقي شي هديه اخرى قيمه على بعضهم كنت قبل فقط شي هديه غير بالنسبه لهاد الكتب كما كتشوفوا حاولنا والله شهيد على المتعلمين ديالنا دائما كنحاولوا نركزوا بهم حب القراءه لان هذا الكتاب اصبح بان لا احد يهتم به القراءه اصبح بان لا كبير ولا صغير ازمه ديال القراءه لذلك اعتمدنا باش نديروا واحد النادي ديال الكتاب والقراءه المواتيه وبالحقيقه ان هذا النادي نجح واحد النجاح كبير جدا بحيث ان مهرجان يعني ان ديكونتور حكواتيين عالميين جاوا لهاد المدرسه هذه اللي عمرها ما كانت في مدرسه لا سواء جاو جزائريين هنا فرنسيين الى اخره وعندنا اكثر تلامذ اللي هما مسجلين في مكتبه عبد الصمد الكنفاوي وهم من تلاميذ وتلميذات ديال شعبانه لان خلال السنوات ديالي دائما كنت كندير لهم لاكارت كندير لهم واحد بطاقه باش كيمشيو تما يقراو واضطريت باش ندخل تما نولي معاهم في الجمعيه كاتب عام ديال جمعيه اصدقاء عبد الصمد الكنفاوي كندير دابا الكتابه تما باش نسهل المساله على كلام لذلك انصح الاباء والامهات وديك الشيء يشجعوا وليداتهم على القراءه لان ملي كيمشيو من هنا للثانوي الاعدادي عاد كيبدا القراءه لذلك حنا كنعطيهم هنا المنهجيه ولكن اذا تابعوا الوالدين وديك الشيء غيكونوا مزيان والسلام شكرا سي مصطفى تبارك الله عليك اذا لازمنا في تقديم هذا يا سي مصطفى هذا ندوزو لهذ العمليه المونتاج طبعا هناك واحد الهديه اللي كتماشى مع المجال البيئي وهي منها يعني باهميه تحسيس الحفاظ على المجال البيئي رسات جمعيه اساتذه علوم الحياه والارض الى ان تقدموا واحد الهديه لفائده هذا النادي تفضل معنا الاساتذه الكرام
إذن هذه هي كما كتشاهدوا دو بوبيل، زوج ديال الحاويات ديال الغزال جيو سي مشطاط تبارك كلمة في حق اسمح لي أنا اسمح لي اللي جوت يعني جمع منها أساسي دال الذين يقفون أمامكم هم أساسي دال علوم الحياة والأرض علوم الحياة والأرض يعني سيونس وخا هذا أساسي دال هادو هذا عندهم جمعية اللي هي دولية وطنية يعني إلى آخره وهم كيخدموا في هذا المجال انا ملي كنت كنخدم بالنادي ديال البيئه دائما كنت كنتلقى معاهم في محطات ومن هذا المنبر هذا كنت كنلقاهم محطات وفي الحقيقه راه فادونا واستفدنا منهم بزاف لانهم ما كيعملوا في هذا المجال هذا بعلمين اذا اللي بغيت نقول اخر استفاده اللي استفدنا منهم هما ان الوليدات ديالكم داوهم في خرجة بيئية بامتياز أن مشوا البحر وتافوا على كتف يعني وعرفوا بأن البحر هو واحد المكان للتلوث خطير جدا وحيث أن هالثقافة هذه خدوا بالناس في بركة ثم بعد ذلك انتقلوا المعهد التقني البحري إلى آخره وتافوا للكبار ما شافوه شيء هذا الدمد هذا اللي كتشوفوا إذن إلى آخره كنشكرهم بل زادوا فرحونا بزاف سمعوا بان عندنا المشروع ديالاش المشروع اللي عندنا في هذه المدرسه هو اعاده استعمال المياه العادمه التلامذ ملي كيغسلوا تما بديك الحمام ان ديك الماء ما كيمشيش له كيمشي تحت الارض وراه تما بنا النادي بنا تما واحد الخزان ديال الماء راه عامر دابا ودابا بيسمعونا بان حنايا محتاجين المدخة اللي غتجيب لنا ديكشي وغادي نديروا القنوات ودابا نخليكم ما نطولش هم راهم الان غادي يقدموا لنا بسم الله السلام عليكم صراحه يعني احنا في الجمعيه نكرم اليوم نقدم هديه للنادي البيئي طبعا الاستاذ الفاضل هو تكريم يعني الاستاذ اللي سمح لنا ان ما قدمناش هذه الشخصيه له ولكن يعني مره اخرى ان شاء الله في مناسبه قادمه ان كم من بين اشخاص اللي قدموا يخدموا في اطار التعاون مع جمعيه علوم حياه الارض ان يكون عندك واحد هديه ديالنا خاصه ان شاء الله هذه هديه للنادي اللي ان شاء الله غادي يستمر بقياده السيد المدير كما قلت في البدايه ان هذا العمل بغينا تعاقب من السيد المدير انا راه ما بقيتش راه خصك انت اللي تبر الوثائق ونوض سي السيد المدير والمنسق طبعا كما قلت في البدايه انا غير غادي نسمع إذن الجمعية كما قلت في البداية يعني تدعم تؤطر وأيضا تدعم فيما تتيسر لها من معدات. طبعا هذا المشروع هو مشروع رائع جدا أن نستعمل المياه ونعيد استعمالها حفاظا على البيئة. هذوك الدخول في التصاميم أننا نحافظ على الماء. إذن هذه الوسيلة ديال المضخة كتيح لنا أننا نحافظ على الماء وعلى الفضاء الأخضر الاستمرارية ديالو والاستدامة فهذا زائد النقطة الثانية هو المؤسسة يعني كتهتم بالنفايات النفايات المدرسية لكن حاويتين وفيهم رسائل بيئية لأنها كتحث التلاميذ على الفرز بعد واحد ملصق اللي غادي يكون على هذه الحاويات اللي غيكون فيه لي بابي الأوراق والبلاستيك زائد مواد عضوية اللي غيكون الو هادو يعني الجمعيه كتقدم هذا العمل على اساس يكون دائما مؤسسه نظيفه يعني حق وواجب حق التلميذ ان يعيش في مؤسسه نظيفه وواجب عليه ان يحافظ عليها ديال الوسائل يعني كنحاولوا ندعموا هذا النادي بهذه الوسائل ان شاء الله غادي نعطيو هذا وحنا مساعدين في مجال التأطير على طول السنه مازال مجموعه من الامور حنا لاحظناها في اطار التتبع ديالنا
والاستشاره مع السي مصطفى ان مازال مجموعه من الامور ستتزاد هنايا وحنا مستعدين اننا نعاونوا. الو غنعطيو يعني هذه هي يقدمها السي بدر الدين فتحي يعني مضخه لجلب المياه السطحيه. طبعا كما قال السي مصطفى كاين مياه سطحيه وايضا حتى مياه الامطار بعض المرات تضيع. يعني لماذا ان التفكير ذاك الحوض اللي يستوعب واحد الكميه كبيره اعاده استغلالها في السقي عوض ان نستعمل المياه السطحيه على الشرب. شكرا. اذا نعطيو المضخه الكلمه ديال السي بدر الدين فتحي. السلام عليكم. كنبغي نقول اولا شكرا لجميع الحضور لهذا المناسبه اللي في الحقيقه مناسبه لشخص يستاهل كل خير. عرفنا عليه كجار ديالي في المغرب الجديد كاطار تربوي بامتياز مناضل بيئي لبيت الدعوه لهذا السبب هذا الحقيقه. وكل واحد فينا هنا في هذه الخيمه هذه ما هو الا ما جاء الا لان عنده واحد المقدار من الاحترام للشخص سيدي مصطفى القنوني. سيدي مصطفى القنوني بغينا نقول لك كلمه واحده اننا نحبك في الله وبغينا نقولوا بان هذه الخطوه هذه ما هي الا خطوات ماشي نهايه بل هي بدايه لعمل جديد في المجال البيئي. وشكرا. يلا السي العباد اجا خي مصطفى. هديه الى الاستاذ المحترم مصطفى القنوني من السيد رشيد. مضخة الماء الرئيسية المؤسسة في حاجة ماسة إليها والسي مصطفى غادي يعمل جرد ديال المواد غتسلمو من هذا سلمو إذا المضخة مقدمة من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض إلى منسق الجديد السيد رشيد النوفي الذي نتمنى منه أن يستمر في العمل الدؤوب الذي كان عليه السيد مصطفى القنوني. وشكرا. السلام عليكم. كذلك هناك هدية للأستاذ المحترم مصطفى القنوني مهداة من الأستاذ رشيد القنوفي. سي رشيد تفضل. هو السي رشيد كيعمل لي الرشوه هنايا ولا شنو؟ واش كيقول المنسق الجديد ديال نادي التبيئه ان شاء الله سنعمل. اذا هذه قيمه مصحف كريم الى البحر والقران والقصبة والبيكالا. ايوا قال لك ما تقولش مصطفى نتمنى لك عندك تقاعد مريح بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. دائما في اطار تقديم الجوائز الاستاذ إذا حتى نكونوا منصفين وعادلين ارتأوا التلاميذ ديال المؤسسة إلى أن يكرموا كذلك المنظفة على مستوى المؤسسة وهذه التفاتة هي طيبة ومحمودة. إذا كنناديو على السيدة فاطمة جوج جوائز منظفة النادي إنات يقدموا الهدية والذكور يقدموا الهدية. إذا كنناديو على الأستاذة فاطمة كانت دابا. فاطمة تفضل كتسمع سميتك. إذا هدية التفاتة من تلاميذ نادي البيئة المستدامة مدرسة نظيفة. تفضل عطيونا الهدية. زيد بنتي زيد عند الهدية. إذا هذه تلميذات النادي دور عفاك دور بيئة والتنمية تلميذات عملوا معاها شي صورة. دور هاتجي عوقف بلاصتك ودور صافا تم. إذا كذلك تلاميذ ذكور إذا يبقاو تما التلاميذ يصوروا كل شيء مع ما سيمسطر. Thank you.
هديه. اذا نفتح الهديه نشوفوها. ارى الطبله. اذا تقطيعه هذه تقطيعه البنات عطاوها تقطيعه، وغادي نمروا كذلك الى تقديم جائزه اخرى الذكور الوليدات. تفضل زيدوا عشاق في النبي صلى الله عليه وسلم اللي عطاوها التقطيعه. الهديه للوليدات تسلم عنده الذكور. هاي تصوروا معاك عاوتاني، تصوروا مع فاطمه. شوفوا جات الزهر. انا ما غطيتش على الكاميرا بلا تعب. هذه تقطيع اخرى ديال الجنه على وادو. اذا تفضل هكا لفاطمه، جوج تقاطع جوج تكاشا باش تصور مع فاطمه. غادي نمروا الى تقديم الزاويه وخدموا معايا من تما. انا هنايا سبق دخلت من هنا لهذ المدرسه، ومن بعد خلطوا عليا ودخلوا هما. ونعم الشخصين ونعم الزوجين في الحقيقه، لا تربيه ولا خلق ولا اداء. شكرا سي مصطفى. لازلنا في هذه السيسيون من خلال ملاحظه مدونه بقائمه الانخراطات بانكم انهيتم وستحالون على المعاش. وبهذه المناسبه يطيب لنا في المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي ان نهنئكم، متمنيين لكم تقاعدا سعيدا في صحه وعافيه. كما لا يفوتنا أن نثمن عاليا كل الجهود التي بذلتموها في إطار نشر الفكر التضامني وتوسيع مجال إشعاعه. لولا ما تتحلون به من دماثة الأخلاق وتواضع الموضوع. شكر، تحية طيبة وبعد يطيب لنا في التضامن الجامعي المغربي. نشكر لإخوتكم مبادرتكم بالتطوع للقيام بمهمة مراسل بمدرسة معاذ بن مؤكدين لكم أن التضامن الجامعي المغربي قائم على أكتاف العديد من الذين يبذلون من وقتهم وراحتهم في سبيل الهدف المشترك الذي نسعى جميعا لتحقيقه، ألا وهو الدفاع عن شرف المهنة وكرامة العاملين بها. اساتذه علوم حياه والارض راهم دايرين واحد المفاجاه غنشوفوها الان، واحد الهديه ممتازه جدا النادي ديال البيئه. على العموم عيب باش تمر المسائل كمقاربه يعني لاستمراريه كذا، وملتمس بان نلتمس من الاخ رشيد قنوفي، التمنوا باش يشغل هذا المكان ديالي باش يبقى بعدا نادي البيئة قائم بذاته يعني. وغادي ان شاء الله اللي غادي نسلموا يعني الممتلكات ديال هاد النادي الى اخره. وبذلك باش نكونوا عادي غادي ديرنا واحد التشكيل، واحد ميثاق شرف. ميثاق مدير سي جمال. اذا رئيس المؤسسة، ننادي على السيد رئيس المؤسسة ميثاق شرف. سي مصطفى معايا خرج جاي ربط الله. هذا ليس إلزام وإنما ملتمس. شكرا لك أنت سي مصطفى، تبقى معنا دابا الآن. دوزو نمرو تقديم الجوائز.